إيه اللي المغرب تقدر تعمله عشان فلسطين؟ صهيون اطلع بره! بيصرخوا بأعلى صوتهم نصرة لغزة. صهيون أرضي حرة! بيتجمعوا زي إعصار هادر. صرخاتهم بتقول هل الحكومة المغربية بتستجيب لمطالبات الشعب المغربي؟ هي عملت زي باقي الحكومات العربية، قامت بإرسال مساعدات طبية وغذائية وأصدرت بيانات شجب وإدانة، والملك محمد السادس أكد على قضية فلسطين العادلة زي باقي الحكومات العربية والإسلامية. بس هل المغرب تقدر تعمل أكتر من كده؟ أيوة، الحكومة المغربية تقدر تعمل حاجات كتيرة، منها تنهي التطبيع بين المغرب وإسرائيل. كمان تقدر تلغي إتفاقية التعاون بين المغرب ودول الاتحاد الأوروبي في موضوع الهجرة إلى أوروبا. برضو تقدر المغرب تحاصر إسرائيل عن طريق قفل مضيق جبل طارق في وش الملاحة الإسرائيلية، واللي بتهاجر من باب المندب والبحر الأحمر بعد إرار اليمن منع مرورها. وبكده تكمل المغرب اللي بدأت فيه اليمن في حصار كيان الاحتلال الإسرائيلي.